اكيد في كتير منا كان متابع قضية ابعاد الشاب اللاعب ايهاب عبد الرحمن لاعب العاب القوة لما اتمنع من السفر لثبوته بان هو بيتعاطى نتيجة التحليل الخاصة بيه ثبتت ان هو بيتعاطى منشطات او مكملات غذائية بتحتوي على نسبة من المنشطات ايا كان السبب. النهاردة عايزين نفهم من ضيوفنا ايه الفرق ما بين المنشطات وما بين المكملات الغذائية، وعايزين كمان نوضح لكل الشباب ايه اللي ممنوع وايه اللي مسموح بيه في مجال انواع الرياضات المختلفة وفي مجال كمان التمارين والرياضة بشكل عام. عايزة ارحب بالضيوف اللي موجودين معانا النهاردة. معانا الدكتور الحسين الشناوي، دكتور صيدلي خبير في المكملات الغذائية، اهلا بحضرتك معانا. دكتورة ميادة الاخضر مدرس بكلية التربية الرياضية، اهلا بيكي. مصطفى رئيف مدرب لياقة بدنية. كابتن محمد طه لاعب منتخب مصر، اهلا بيكم معانا. هبتدي الاول بحضرتك، احنا عايزين الاول في البدايه نتكلم عن المكملات الغذائيه هي ايه بالظبط، وبعد كده ندخل بقى في موضوع المنشطات، وايه وهل في انواع في المكملات الغذائيه مسموح بيها وفي انواع ثانيه مش مسموح بيها ولا لا؟ اوكي، هي الفكره ان حتى من الاسم بتاعها مكمل غذائي، يعني انت بتمشي على نظام غذائي معين حسب المتطلبات بتاعت جسمك والرياضه اللي انت بتعملها. تمام. الناقص بتكمله بمكملات غذائيه مشروعه. المكملات الغذائية دي بيبقى عليها بادج معين، زي مثلا مكتوب عليها وادا، الوادا اللي هي اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات بتسمح باستخدامه، أو الأي أو سي اللي هي اللجنة الأولمبية الدولية بتسمح باستخدامه، بيبقى خالي من أي نوع من أنواع المواد اللي ممكن تديك نتيجة إيجابية في المنشطات، زي اللي حصل للأسف مع إيهاب عبد الرحمن لما استخدم مكمل غذائي ما عليهوش البادج ده. تمام. فده ممكن يكون فيه شوائب، ودي مش اول مره حاجه حد تحصل له حاجه زي كده. في 2001 كان فيه لعيب ارجنتيني كان من اول ثلاثه على العالم اسمه جيرمو كوريا، وده خد فيتامين اعتقد معظمنا استعملنا موجود في مصر وبيتداول في مصر، وللاسف ادى نتيجه ايجابيه في اختبار المنشطات وكان فيها هرمون الناندرولون. تمام. لما تيجي تمسكي بقى العلبه نفسها تلاقي مش مكتوب عليها باند سبستنس فري، يعني خالي من المواد المنشطه الممنوعه. طب وهل اللاعبين المحترفين اللي زي يعني ايهاب عبد الرحمن واللي كمان المشاركين الايام دي في اولمبياد 2016 بيبقوا عارفين الكلام ده؟ يعني هم بيبقوا بيقروا لازم يقروا الكلام اللي مكتوب على المكمل الغذائي ولا ما بيبقاش عنده خلفيه؟ لو فاتته هو ما تفوتش على المستشار العلمي بتاعه. تمام. بتاعه، واللي انا عرفت اعتقد ان هو روسي الجنسيه. أوكي. واساسا روسيا عليها دلوقتي مشاكل كتير قوي في قصه المنشطات، وكان الفريق بتاعهم كله هيتمنها. الفكره ان العتاب اللي عندي لايهاب عبد الرحمن انه لازم يخرج ويعتذر عن الغلطه زي كده، زي ما ماريا شاربوفا عملت. تمام. اللي خدت دواء للقلب اسمه ميلدونيوم واتمنع، هي قعدت تستعمله 10 سنين. اللي فضحها مش انها بتستعمله 10 سنين، انه بعد لما اتمنع الشركه طلعت قالت انه يستخدم كعلاج فقط من 4 لـ6 أسابيع، هي استخدمته لمدة 10 سنين. ميلدونيوم ده دواء بيخلي ده هيأثر على حياتها الرياضية مثلا؟ لا، هو كان بيحسن من أدائها. الدواء ده الميلدونيوم ده بيزود وصول الأكسجين للعضلات. تمام. فهي لما يزيد نسبة الأكسجين اللي بتوصل للعضلات العضلة بتعمل بكفاءة أحسن بكتير. فهي الفكرة إن لازم ده، دي غلطة حد هاوي، يعني الغلطة دي اللي يقع فيها لعيب زي إيهاب أو ماريا. ماريا يمكن شاربوفا عشان المنهج جه في 2015 وهي يعني عارف اعترفت في يناير 2016، كمان 10 سنين بتستعمله، بس ده ما ينفعش ان حد يحصل على المستوى الاولمبي. تمام. يعني ايهاب عبد الرحمن اتصرف عليه لو انا مش غلطان 8 مليون جنيه. انه في الاخر تحصل غلطه زي كده وتمنع مصر من هو يشارك. بالظبط. وبعدين عندنا لعيبه زي امبارح ساره سمير ومحمد ايهاب على اعتقد الرباط عملوا نتائج هايله. لما تيجي تشوف يتصرف عليهم فلوس قد ايه هتلاقيها فتات. وعشان كده انا برضو من الحاجات اللي انا بناشد بيها ان لازم الرياضات دي يتصرف عليها اكتر. طب يعني هي المنشطات دي ايه تاثيرها على اللاعب الرياضي لو هو اخدها؟ يعني هنقول مكملات غذائيه. منشطات هي الممنوعه، المنشطات هي الممنوعه وهي اللي ممكن تحرمك من المنافسه الدوليه في الالعاب الاولمبيه والالعاب الدوليه الثانيه. تمام. كمال الاجسام هتكون مختلفه شويه، بس الكابتن محمد هو اللي هيبقى بيتكلم في الموضوع ده اكتر بتخصص. الفكره ان الواحد لازم يوفر للعيب المقاومات للنجاح، احنا مش عايزين بطل بالصدفه،
ما ينفعش حد زي ساره سمير مثلا انها تتخير بانها تخش امتحان الثانويه العامه او تروح ريو دي جانيرو. تمام. ما ينفعش تعمل حتى الامتحان لما ترجع تركز في اللي هي بتعمله. واعتقد الدكتوره مياده عشان هي التخصص بتاعها في علم النفس الرياضي، مهم علم النفس جدا الرياضي. في الرياضه تقدر تقول لك في الحته دي يعني ايه لعيب يبقى مسافر وهو عارف ان هو مخير ما بين حاجتين مختلفتين ومش تمام. مركز في الرياضه بتاعته. انا متاكد ان محمد ايهاب و يعني حته ان هي اصلا ان هي مشتتة. يعني بالظبط هي رايحه مشتتة. امتحان ثانويه عامه و... ورفضت الدخول واختارت انها تروح لريو دي جانيرو. يعني ازاي ما يبقاش في فرصه الحقيقه تنسيق ده اعتقد ده مش بس المدارس، انا بتكلم كمان على الجامعة. ازاي ما يبقاش في تنسيق ما بين وزاره التربيه والتعليم او التعليم العالي والشباب والرياضه؟ الناس دي رايحه تمثل مصر، الناس دي اتصرف عليها، الناس دي بتحب الرياضه، اختارت طريق الرياضه، يبقى يتم التوفيق او ضعفهم على حسب الامتحانات وحسب المعسكرات اللي هم بيخرجوها، اذا كان في كمال الاجسام، اذا كان في اي لعبه من الالعاب دي، ويتقدموا تسهيلات. احنا مش لازم نحط لهم موانع للوصول للنجاح. انا رايي المتواضع ان ساره سمير ومحمد ايهاب لو ما كانش عندهم الضغوط النفسيه او ضغوط ماديه كانوا ممكن ان هم يقدروا يعملوا نتائج احسن من كده بكتير. اوكي طيب هروح لدكتورة ميادة، انت يعني تخصصك في الكلية كلية تربية رياضية علم نفس ولا يعني؟ انا تخصصي تدريب بس مرتبط علم نفس. اوكي تمام. طيب علم النفس طبعا بيبقى مهم في حياة الرياضي، خصوصا الرياضي المحترف اللي داخل بطولة مثلا عالمية او حتى بطولة محلية، فالمفروض انه يعني يتأهل ازاي نفسيا علشان خاطر يبقى جاهز للبطولة ويقدر ان هو يحقق مكسب او حتى مش مكسب بس على الاقل يبقى داخل متوازن، ما يبقاش بعد تمارين لمدة سنين وتدريبات تيجي في الوقت بتاع البطولة يبقى مهتز مش متوازن خايف يحصل اي خطا في جسمه او في الرياضه اللي بيمارسها. يعني هو علم النفس الرياضي هو علم مرتبط بالتدريب وهو جزء من التدريب، يعني البرنامج التدريبي لازم يكون فيه اعداد بدني واعداد نفسي واعداد مهاري. تمام. فلو اللاعب بيتعمل له خطه نفسيه زي الخطه البدنيه بالظبط بتمشي بالتوازي مع البرنامج بتاعه. تمام. على اساس ان هو لما بيوصل لوقت البطوله بيكون في حاجه اسمها الفورمه الرياضيه اللي هو بيكون في اعلى مستوى نفسي وبدني. طبعا اللاعبين بيقعوا زي ما دكتور حسيني قال تحت ضغوط ممكن نفسيه ليها علاقه مثلا زي امتحانات ثانويه عامه. يعني دي حاجه مصيريه، حاجه مهمه جدا بالنسبه للاعيبه. هي لاعيبه بتسافر بتمثل مصر فهي محتاجه ان هي تختار بين ان هي مستقبلها او ان هي تعمل اللعبه بتاعتها. تمام. فده بيحط عليها عامل نفسي او حمل نفسي عالي. فبالتالي لازم لو هي عندها برنامج اعداد نفسي جيد بتقدر ازاي تتخطى العمليه دي او عمليه الضغط ده، وتقدر ازاي تعمل عمليه عزل المشتتات اللي هي اي موقف هي بتبقى موجوده فيه، وتقدر تركز على الـ الاداء بتاعها. وتفضل الفورمه الرياضيه بتاعتها في مستوى عالي، وتفضل الدفاعيه بتاعتها في الاداء في مستوى عالي، والتحفيز الذاتي الداخلي عندها يكون بشكل جيد. تمام. مصطفى صح؟ تمام. اوكي انا عايزه اعرف انت في رياضه معينه بتمارسها ولا بتعمل ايه بالظبط؟ مبدئيا انا اول جامعه القاهره لياقه بدنيه. تمام. بتعتمد على كذا تمارين زي العقله زي الضغط وهكذا. تمام. شغال حاليا مدرب فتنس او مدرب لياقه بدنيه في الجيم. كنت عايز بس اضيف حاجه بسيطه للكلام اللي الدكتور قاله. تمام. ان لما باجي اكلم حد عنده قلق متزايد من المكملات الغذائيه كلمه سبلمنتس او مكملات غذائيه بيندرج تحتيها اصناف كتير. فعندنا حاجات زي الكرياتينز جلوتامينز، عندنا حاجات زي بي سي دبل اي، اشهر نوع منهم الفات بيرنرز اللي هي حرق الدهون، والبروتين. البروتين بيبقى مستخلص من ثلاث مصادر رئيسيه اللي هو البيض او اللحمه او اللبن. السؤال المهم لما باجي اكلم حد او اقنع حد بكلمه سبلمنت بيقول لي طب انت بتقول ان البروتين مستخلص من اللبن او من اللحمه او من البيض، طب ما انا اكل لحمه او اجيب لبن واشربه وهكذا، فبالتالي هيبقى مصدر مضمون دي اول حاجه. تمام. تاني حاجه هبقى ما عنديش قلق متزايد منه. هو ليه فعلا الشباب مش بتعتمد بس فعلا على الاكل، لا بيعتمدوا كمان على المكملات الغذائيه. كلمه سبلمنت اللي هو مكمل يعني حاجه لسه بتكمل الدايت، ودايت الاثنين يعني حد تخين عايز يخس او رفيع عايز يزيد. السؤال يعني مش مهم. شرط بس اللي عايز يعمل الفورمه لجسمه ياخد مكمل غذائي. يعني هي ليها علاقه بالتغذيه السليمه بس، اهم حاجه السؤال اللي بيطرح نفسه ليه ما اكلش لحمه او ليه ما اكلش بيض بدل ما استخدم باودر او مش هيقدر كل يوم ان هو يعمل هي الفكرة. النظام الغذائي الصح يعني. تمام. صح؟ بلس حاجه ثانيه ان انا لما بخلص يعني
وانس ان انا خلصت التمرين بيبقى جسمي والعضله اللي انا مرنتها في امس اشد الحاجه الى بروتين او الى حاجه سريعه الامتصاص، لازم يعوض، فده بيعوضه في البروتين، ان هو البروتين اللي بنشتريه كمكمل غذائي بيبقى سريع الامتصاص عكس الاكل اللي ممكن يقعد ساعه او ساعتين عقبال ما يتهضم. دي اول حاجه. تاني حاجه ان انا بقدر اتحكم في كميه الكالوريز اللي خدتها، المالتي فيتامينز، الكربوهيدرات، البروتينز، كل ده بيبقى مهم جدا. لاعب متمرس زي كابتن محمد فوده بيبقى بالنسبه له مهم جدا ان هو يبقى عارف ايه اللي دخل جسمه وبنسب متزايده بنسب قد ايه وهكذا. طب انت مدرب لياقه بدنيه، دربت لاعبين قبل كده او دلوقتي في مفهوم جديد لعبه كمال الاجسام دخل مصر، مش كله لازم يبقى ضخامه اجسام، لا، في حاجه اسمها فيتنس او لعيب الفيتنس، في لعيب اسمه الفيزيك، دي بطولات دخلت جديده زي ذا شو، زي بطولات زي يعني مش بطل في اللياقه البدنيه تقصد كده؟ اقصد لا، لاعب كمال اجسام بس مش لازم يبقى الضخم قوي، ما بيعتمدش على الضخامه، بيعتمد على العضلات اللي بتبقى متوزعه بشكل كويس، او على عضلات البطن، على عرض الكتاف، بيلبسوا شورت بدل ما يوم زي بطل كمال اجسام. فاسلوب او مفهوم جديد دخل مصر اسمه الفيزيك او الفيتنس. تمام. دربت قبل كده لاعبين او ابطال؟ اكيد. هي الفكره بس ان الناس بتيجي بعد ما بيكون خلاص الحال تدهور بيهم يبتدوا يخسوا وهكذا. تمام. انت كنت بتلعب رياضه معينه قبل كده؟ لا، انا كنت بلعب كمال اجسام بس، يعني انا مركز اهتمامي كله. طب بتاخد بقى مكملات غذائيه؟ اكيد، يعني ده اكيد اكيد. المصرف اللي عندكم دي مش لوحدها صح؟ هو انا لا شيء مقارنه بكابتن محمد فوره، بس هو بسيط يعني. المكملات الغذائيه ده ممكن اي حد ياخده، او ممكن واحد كبير في السن ممكن ياخده، بيعوض بس كميه البروتين او الكربوهيدرات او هكذا. فهي مهمه لنظام غذائي. طب هل المكملات الغذائيه مناسبه للشباب يعني الولاد بس، ولا بنات ممكن تاخد عادي؟ يعني مثلا ساره سمير ان هي بطله في رفع الاثقال، فهل هي بقى بتاخد ولا لازم تاخد البروتين بحيث ان هو بيغذي العضلات؟ دي اول حاجه. البروتين هو المصدر الرئيسي لتغذيه العضلات، او الوحده الاساسيه لتغذيه العضلات، فمهم جدا. هو البروتين او السبلمنت، احنا غالبا بنتكلم على البروتين اللي هو ده الشيء الرئيسي كسبلمنت كمكمل غذائي. في اسماء تانيه بتندرج تحت المكملات الغذائيه. فالبروتين ينفع لاي حد، هو غالبا بنبتدي بعد سن 14 سنه، علشان نوعا ما ما بيبقاش الطفل بيلعب رياضه، مش سهله ان هو ياخد يعني مش اي سن يقدر ان هو ياخد فيه. هو اي سن مسموح، والكلام ده ممكن الدكتور ياكد عليه، بس الفكره ان احنا بنبتدي بعد 14 سنه او 15 سنه، بحيث الرياضه اللي بيلعبها تستاهل ولا لا، وبحيث ان هو بيعوض برده في الاكل. تمام ماشي. إيه كابتن محمد بقى، يعني من الشيب بتاع جسمك كده بتعمل ايه؟ رياضه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اول حاجه بس عايز اتكلم على النقطه بتاعت كابتن ايهاب. كابتن ايهاب في ناس كتيره لازم في البلد كانت متابعه الراجل دوت، وفي الفلوس اللي اتصرفت عليه لازم تتحاسب. تمام. هو مش غلطته لوحده. هو ما يشيلش مثلا حمل ناس كتيره قوي في البلد ماشيه ورا الراجل دوت وبيصرفوا عليه ما يوصل ل 8 مليون جنيه في الاخر منشطات وما لعبش البطوله، فدي مصيبه في البلد يعني 8 مليون جنيه. دي اول نقطه. المكملات بالنسبه للاعب كمال الاجسام مهمه جدا، مكملات مهمه جدا للاعب كمال الاجسام. انا كلاعب ما ينفعش استغنى عنها، يعني ان انا بوصل لثمان وجبات في اليوم، ثمان وجبات اكل، بوزع السعرات الحراريه، لان احنا بنوصل لعدد معين من البروتينات وعدد معين من الكارب ودهون صحيه لازم ندخلها في الاكل زي المكسرات، زيت الزيتون، ولازم البروتين والبي سي اي، الجلوتامين، الكلام دوت، كل ده بيسرع من عمليه الاستشفاء العضلي، فدي حاجات اساسيه لازم نستعملها. تمام. انا بوصل للحجم ده ازاي؟ بوصل بمتابعه، بعمليه نظام غذائي. الموضوع مش منشطات، لا، احنا مش لاقي يعني مش مبنيه على المنشطات قوي. المنشطات بتخليكوا يعني تبقوا اقوياء مثلا اكتر؟ يبقى في نشاط اكتر، طاقه غير عاديه مثلا؟ لا، المنشطات يعني زي ما تقولي هي متمثله في انك لما هي بتتضرب في عضله معينه. تمام. هي بتسحب كم البروتين والكارب العضله ده محتاجه، بتحطه في العضله ديت، بيبقى التركيز عليها. تمام. وفي انواع في المنشطات، الزيوت ما بتسحب، الزيوت بتفيد ب 10% 20% للعضله، انما اي ميه فيها بودره او الكلام دوت دي بتزيد بنسبه كبيره جدا، بنسبه 80% للعضله. دي تاني حاجة. تالت حاجة، لعيب كمال الأجسام مبني على المنشطات؟ لا، هو مش مبني على المنشطات، هو 80% مننا أكل، لأن أنا لما أوصل 8 وجبات في اليوم غير أي حد تاني هياكل وجبتين أو 3 وجبات في اليوم. أنا وبتقدر تواظب على 8 وجبات كل يوم؟ كل ساعتين أو كل 3 ساعات بالظبط. حاجة حلوة. بس هي حياة منظمة جدا. يمكن أنا بعتبرها من أصعب اللعب الموجودة، ان انت توصلي لكل 3 ساعات بتاكلي في ميعاد معين، بتتمرني في ميعاد معين في اليوم، حياتك محسوبه بالثانيه وبالدقيقه،
في الصحيان في ميعاد معين. الرياضه بتعلم النظام بشكل عام، نظام، بس مش احنا من غير اي رياضه. يعني احنا من اكتر الرياضات المفروض يهتموا بيها في مصر، ومع ذلك احنا مهملين. ما فيش رياضه الكوره اللي بتاخد كل عليها حاجه الضوء اكتر حاجه، كل لعبه في مصر بتاخد الكوره. انما مثلا واحد زي محمد ايهاب امبارح، هي ضجه هتحصل عليه لمده يوم يومين وخلاص الموضوع هيتنسي، وان هو كان راجل خد برونزيه. ونفس الكلام لساره، ويعني احنا كابطال انا حقي مهدور في بلدي، اللي هو ما بعتبرش ليا لازمه في بلدي. طيب احنا هنروح دلوقتي نشوف تقرير راي الشباب في المكملات الغذائيه، ونرجع لكم مره ثانيه نواصل حوارنا النهارده مع ضيوفنا. المكملات الغذائيه الشباب طبعا بسبب العولمه اللي احنا فيها بيقلدوا بعض. طبعا دكان بنجوم نجوم سينما مثلا بتاخد المكملات دي من باب المظهر، لكن اكيد الشباب الامر الطبيعي افضل. انا اتفق ان الشباب بردك لحد ما في حاجات كتير ما بيحسبوهاش بالعقل. في الفتره بتاعت المرحله العمريه دي الشاب بيبقى معتمد ان هو يعيش حياته زي ما بيقولوا، لسه ما عندوش مسؤوليات، ما عندوش بيت، فده حاجه طبيعيه بتقعد فتره وبتعدي. حته انه يهتم بجسمه ويعمل الكلام ده افضل ما يشرب حاجه تانية او مضره ليه بصحته. هي الحاجه المكملات ديت انت لو استخدمتها صح هتبقى كويسه، ولو استخدمتها غلط زي اي دواء زي اي اكل زي اي شرب. المكملات الغذائيه اللي جايه واخد بال حضرتك مش تحت رقابه صحيه، ولا تحت واخد بال حضرتك رعايه كامله من الدواء. المكملات الغذائيه اللي تكون تحت السلم وكده بقى اكيد بيبقى فيها تلوث، فيها اشياء اخرى غير صحيه ما يكونش مشرف عليها مثلا وزاره الصحه، تحت اشراف وزاره الصحه لازم كل حاجه تحتها رقابه عشان تكون مكمل غذائي للانسان، ما يكونش فيه امراض، ما يحصلش الحاجات الاخرى بتضر فيها الانسان مثل الامراض، فلازم يكون تحت رقابه صارمه وزاره الصحه هي اللي بتكون بتساعد ان المكملات الغذائيه تكون صحيه لجميع الفئات من الشعب. بالتاكيد لازم الحاجات دي تخضع لوزاره الصحه، لازم تختبر، لازم تروح معامل، لازم كل دوت. افرض حضرتك الشباب تاخدها وفيها ضرر لجسمها، ضرر ليها. فيها نسبه كورتيزون، فيها نسبه عاليه من الكربوهيدرات، فيها نسبه مغنيسيوم كتير. انا ضد الحاجات المكملات الغذائيه. انا شايف ان الموضوع ده مرفوض تماما، موضوع المكملات الغذائيه دي لانها بتضر بالصحه، والمفروض يبقى البدايه من وزاره الصحه انها تمنع الحاجات دي. اصلا الحاجات دي بتكون مستورده من بره، المفروض انها تمنع الحاجات دي، الباودر والحقن والحاجات دي كلها، ده غلط على الشباب، بس هم بياخدوها يعني من منظر. المكملات الغذائيه الاساسيه اللي احنا بنتكلم فيها اللي هو الغذاء، الاكل الطبيعي، الحاجات دي الطبيعيه، لكن برشام وعضل وجيم والكلام ده لا، انا ما بستهمش بيه خالص الكلام ده. المكملات الغذائيه لو تحت اشراف فعلا صحيح، يعني انا كنت باخد مكملات غذائيه في الجيم، بس لازم بتبقى اولا ليها نسب معينه، ويبقى حد فاهم هو اللي بياخد ايه بالظبط، مش اي حاجه ومش اي ماركه، يعني مش اي نوع يتاخد وخلاص، على حسب احتياج الجسم ايه. لسه مكملين حوارنا معاكم النهارده عن المكملات الغذائيه. دكتور عايز اسالك بقى عن المنشطات، ايه اضرارها، وهل لو في لاعبين يعني لسه مصرين ان هم يستخدموها ممكن تسبب لهم ايه، وايه اللي يعني تسبب لهم ايه على المدى البعيد؟ خلينا احنا هنتكلم عن المكملات وهنتكلم عن المنشطات. تمام. اهم حاجه في القصه دي انك تاخد ده تحت اشراف دكتور او حد. تمام. فاهم. عشان كل واحد فينا، يعني احنا دلوقتي المكملات اكيد مش المنشطات، لا احنا خمس افراد قاعدين، كل واحد فينا متطلباته مختلفه. تمام. يعني حسب نسبه الدهون في الجسم، الكتله العضليه، السعرات الحراريه اللي بيحتاجها اون واوف سيزون، خصوصا في المكمل في البودي بيلدينج بيبقى عندك فتره اللي هي قبل المنافسه والفتره بتاعت الراحه، ده كل ده له متطلبات مختلفه. ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم انك تعمل تحاليل دوريه. يعني حتى انت لو بتاخد، يعني قبل ما حد يبتدي ياخد مكملات غذائيه لازم يكون مطمن صوره الدم بتاعته كويسه. ده قبل ما يبدا الرياضه ولا هو في حياته الرياضيه قبل ما هيبتدي؟ ودوريا هنعمل الكلام ده. تمام. عشان ما يحصليش بقى مشاكل في الكلى والكبد، ما يحصلش مشاكل في هرمون الذكوره والخلفه والانجاب، ما يحصليش. ثواني، في سؤال بقى مهم جدا، هو هل حقيقي المكملات الغذائيه ممكن تاثر على الانجاب؟ المكملات لا.
المكملات لا. تمام. المكملات لا. وحتى يعني في حاجه اسمها في الستيرويدز اسمها بوست سايكل ثيرابي، دي بتتعمل بعد لما السايكل بتاع الستيرويدز بيتعمل عشان يرجع الهرمونات للمعدلات الطبيعيه. تمام. الفكره ان احنا لازم الاول ندي فرصه لجسمنا ان هو ياخد نستخدم ال 100% بتاعته، وبعدين زي اكنك بتحطي طوبه تانية، وبعدين نبتدي بالمكملات بعد لما نعمل الاكل النظام الغذائي الخاص بالرياضي، وبعد كده نزود واحده واحده. يعني المفروض من بعد بدايتي ممارسه الرياضه اخد المكملات بعدها بقد ايه؟ سنه مثلا؟ لما تبتدي تحسي حاجه اسمها بلاتو. بلاتو انك انت لا تتقدمي، مستواكي لا يتقدم في الرياضي، ادائك الرياضي ما بيزيدش. ضعيف يعني مثلا؟ لا مش ضعيف، وصل لمرحله معينه توقف عندها. فابتدي اغير الاكل، اغير التدريب، واغير برضو ممكن المكملات اللي انا بستعملها، ازود اشيل وازود واحده واحده. يعني زي ما بيكون عندك معادله رياضيه يكون في عندك حاجه واحده مبهمه بتغيريها. بتغيريها وتشوفي تاثيرها عمل ايه الاداء الرياضي، اذا كان اداء رياضي بدني او اذا كان اداء ذهني وهكذا. وتبتدي تقيمي التغيير حصل ازاي وتزودي. تمام. وطول ما هو بياخد السبلمنتس دي بطريقه دوريه لازم يتعمل له تحاليل. حسب لو بياخد لو حاجات اللي هو بياخدها لها دعوه بالهرمونات، محفزه للهرمونات ولا لا، او اذا كان هو بياخد حاجات زي الواي بروتين والانواع الثانيه دي كلها، دي مواد خام، ده اسامي مواد خام مش اسامي منتجات. ونبتدي نكمل الكلام ده عشان اطمن ان هو لما يخلص اللونج تيرم ايفكت. انت لو خدت مثلا ستيرويد وهو مش نوعه مش كويس او ما هوش، يعني في انواع مناسبه لابطال يعني او لاشخاص معينه غير التاني، يعني كل جسم غير التاني تقصد كده؟ الشخص اللي بياخد مكملات غذائيه لازم نعامله زي الراجل الشخص رايح عند الترزي، انا بفصل له بدله معينه. أوكي. وعشان كده انا ومحمد ما يقدرش نلبس نفس الحاجه، وده نفس الكلام في التغذيه والمكملات الغذائيه. انك انت بتعمل النظام الغذائي بناء على متطلبات جسمه ورياضته. يعني اللي بيعمل بودي بيلدينج غير اللي بيعمل فتنس، طلبات مختلفه تماما. فالمكمل اللي هياخده بتاع البودي بيلدينج غير اللي هياخده بتاع اللياقه البدنيه مختلف تماما. يعني احنا لو مشينا مصطفى على الاكل بتاع محمد او العكس، الهدف بتاعهم اللي هم عاوزين يوصلوا له هيكون مختلف تماما. نفس القصه بالنسبه للبنات، في سبلمنتس البنات ممكن ياخدوها مكملات غذائيه، بس اكيد اللي بتاخدها البنات اكيد غير اللي الولاد بياخدوها. الكميه مختلفه. ليه بقى الكميه مختلفه؟ علشان اولا احنا الرجاله عندهم هرمون الذكوره اللي هو التستوستيرون، ده اعلى بكتير، والسيدات عندهم استروجين. فاحنا لازم نخلي بالنا واحنا بندي لهم المكملات الغذائيه دي. لعبه الرياضه اساسا بتاثر بطريقه ايجابيه على الهرمونات. بس احنا لازم نخلي بالنا ان الجسم متطلباته مختلفه. عشان كده لما تيجي تشوفي نسبه الدهون عند ابطال العالم مثلا في البودي بيلدينج بتبقى عند الرجاله قليله قوي، عند السيدات بتبقى اعلى، عشان الاستروجين بيمنع انها تقل لدرجه معينه من الدهون. تمام. فلازم موضوع ان انا بعملها اكن ده ترزي داخل. عشان كده انا بحذر اي حد يروح عند دكتور او حد بتاع مكملات ينصحه ويديله حاجه من غير ما يعرف تاريخه المرضي عامل ازاي. تمام. تاريخه المرضي، حد عنده في العيله عنده كوليسترول، عنده ضغط، عنده سكر، عنده خسور في الـ في الـ في الاواد الدمويه، كل الكلام ده لازم اعرفه. المكملات الغذائيه تقلب بنتيجه عكسيه مع حد مثلا عنده كوليسترول مثلا؟ بالظبط. ممكن 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 احنا كلنا دايما كنا اتعلمنا في كليه صيدله ان كلنا عندنا الجين بتاع السرطان، بس محتاجين حاجه معينه تشغله. تمام. فده يكون مختلف من شخص لاخر، فلازم اعرف تاريخ الشخص المرضي، من مش هو بس، هو والده والدته جده جدته، في امراض ماشيه في العائله ولا لا. وبعد كده مع الحاجه اليوميه الرياضه اللي بيمارسها واكل ونظام غذائي والنوم بتاعه عامل ازاي والاستشفاء عامل ازاي، ابتدي احط الاكل والمكملات الغذائيه كدرجه تانية. تمام. مش ادخل على حد اقول له انا عايز اعمل كذا فمدي له كذا مكمل غذائي. انا عندي بنت اعرفها راحت محل مكملات غذائيه، الراجل اداله محفز هرمون تستوستيرون بوستر عشان تزود الكتله العضليه. عمل ايه بقى؟ انا ما شفتهاش تاني، بس انا متخيل ايه اللي ممكن يحصل. غلطه زي كده ممكن تنهي حياتها. ده اللي انا قصدي عليه الوعي. لما تروح لحد ما فيش حاجه اسمها تاخد ورقه جاهزه كدايت او نظام غذائي، انا لازم اعرف انت متطلباتك عامله ازاي. الكلام ده لازم يكون كمان وعي، احنا لازم يكون عندنا وعي. اعتقد محمد ومصطفى وميادة يشاركوني ان احنا محتاجين برامج توعية في المجالات دي. طيب ميادة بقى، دكتورة ميادة، عايزة اعرف لو لاعب خسر وخسر
يعني خرج من المسابقه او البطوله اللي هو داخلها وكانت بالنسبه له يعني اكيد حاجه كبيره وكده، فالمفروض ان احنا يعني تاهلي نفسنا ازاي عشان يرجع تاني يقدر ان هو يبتدي من الاول ويبقى مستعد تاني ان هو يدخل بطوله. اوكي انا هجاوب على السؤال ده، بس كنت عايزه اكمل على نقطه معينه الدكتور حسيني كان بيتكلم عليها. بالنسبه احنا برنامج التدريبي زي ما انا كنت بتكلم ان هو بيكون من كذا جزء. تمام. المنشطات بتلعب دور مهم قوي في ان هي بتقلل ظهور التعب. لو احنا بنقول المنشطات دي حاجه حلوه، والمكملات كمان يعني المكملات الغذائيه دورها مهم قوي. ان احنا لما بنعمل اي حمل بدني بيحصل عمليه انواع مختلفه من التدمير داخل الجسم. فده اللي بيعمله عمليه التدريب. تمام. فبنحتاج ان احنا بالتغذيه بنعمل اعاده بناء او اعاده تكوين الحاجات اللي حصل فيها تدمير. في بعض الحالات لما بيكون في انواع من الرياضات العنيفه او رياضات بتبقى محتاجه مجهود بدني عالي، مجهود بدني عالي فما نقدرش ان احنا نعمل ريكفري او نعمل عمليه استشفاء بمجرد التغذيه. فلازم يبقى ماشي معاها السبلمنتس او المكملات الغذائيه. تقصدي ان النظام الغذائي لوحده الاكل العادي مش هيبقى كافي، ما بيبقاش كفايه. فالحاله دي بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها تعب للاعب، وبعدين بيدخل في زون الاجهاد والاجهاد الزائد، وده بيخرجه من الفورمه اللي احنا كنا بنتكلم عليها، وبيعمل عليه ضغط نفسي عالي جدا. بيبقى اللاعب عنده عدم استقرار نفسي، بيبقى عنده توتر شديد، بيبقى عنده قلق شديد، لان هو اصلا في حاله من الاجهاد البدني. تمام. والنفسي. ده لو خد منشطات. لو ما خدش السبلمنتس الكفايه في البرنامج الغذائي بتاعه. أوكي. يعني زي ما الدكتور قال احنا اللاعبين لازم يتعمل لهم حاجه اسمها تحليل او اسسمنتس في الاول. احنا بنحلل كفاءات بدنيه شوف كميه نسبه الدهون، نسبه المياه في الجسم، نسبه البروتين، الكالسيوم، بالنسبه لمكونات الجسم. وتحاليل بدنيه وتحاليل نفسيه. تمام. فاللاعب هو بيبقى باكج على بعضها، فلما بيكون في قصور في عنصر معين ده بيحمل عليه في الاداء البدني بتاعه. بالنسبه للاعب، لو لاعب دخل بطوله وحصل له مثلا اصابه او حصل له حاجه واضطر يخرج من البطوله. مش ده كان السؤال؟ هو ده سؤالي. ازاي نعمله عمليه اعداد نفسي ان هو يرجع تاني، نوصله للفورمه بتاعته، او لو هو لعب ماتش دلوقتي خسر فيه وداخل ماتش تاني. تمام. فلازم ان هو يوصل للفورمه الرياضيه بتاعته بسرعه. ده احنا عندنا حاجه اسمها التدريب العقلي. التدريب العقلي ده بيدخل الاخصائي النفسي الرياضي، بيبقى المفروض ان مع اي بعثه بيكون في تخصص اخصائي نفسي رياضي. ده بيعمل عمليه اعداد نفسي للاعب، وبيعملوا حاجه اسمها تغيير الخريطه الذهنيه وتركيز اهداف التفكير في ايه بالظبط. يعني بتغيري مسار طريقه تفكيره. يعني بدل ما يركز على السلبيات وعلى الهزيمه والمشاكل اللي هو وقع فيها، بيبتدي يركز على الايجابيات وعلى ان هو بنرفع عنده الطموح، بنرفع عنده الدافعيه، بنرفع عنده الصفات الايجابيه في شخصيه. فيقدر ان هو يرجع في الفورمه الرياضيه بتاعته اسرع. تمام. فيقدر ان هو يدخل البطوله اللي بعدها ويحقق حاجه. تمام، حلو جدا الكلام ده. طيب عايزه اسالك، بما انك مدرب لياقه بدنيه، برضو المكملات الغذائيه مهمه في موضوع اللياقه البدنيه ولا مش ضروري؟ لان هي اللياقه البدنيه بتساعد بس انك تبقى احسن في الرياضه اللي انت بتمارسها، لكن انت قلت دلوقتي اللياقه البدنيه بقت يعني رياضه لوحدها. مبدئيا اللياقه البدنيه انا كنت بتكلم بس كمفهوم جديد لكمال الاجسام، اللي هو في كلاسيفيكيشن او تصنيف لعيب كمال الاجسام، ممكن يبقى بودي بيلدينج او بودي بيلدر، ممكن يبقى فيتنس موديل، ممكن يبقى فيزيك بلاير. فبتفرق من كلاسيفيكيشن للتاني. دي اول حاجه. تاني حاجه، بالنسبه لواحد تخين مثلا رايح يعمل تاهيل بدني او رايح يعمل يحافظ على نفسه او رايح جيم او عموما، لا مش مضطر ان هو يستخدم السبلمنت، بس انا بتكلم في اللي هو الكويس والافضل منه وهكذا. فهو لو عايز نتيجه ممتازه ممكن يستخدم سبلمنت، بس كشرط اساسي لا، علشان هو مش بودي بيلدر او مش كفيتنس موديل. هو رايح واحد علشان يخس او علشان يظبط جسمه او علشان يبقى فيزيك معين او علشان يبقى شكله كويس، بس شكل مقبول مش اكتر. فده ما بيبقاش مطالب بمكمل غذائي بنسبه كبيره. طيب اللاعب بيحتاج وقت قد ايه بشكل عام يعني علشان يوصل ان هو يبقى يعني بودي بيلدينج، فاهم الشكل النهائي يعني لكمال الاجسام؟ بيحتاج سنين ولا وقت؟ زي ما الدكتور قال يعني في مساله معينه في البادي بيلدر او في البادي بيلدينج عموما، اتس اول اباوت جيناتكس. فالجينات بتلعب عامل مؤثر في العمليه دي، الجينات من الوالد او الوالده وهكذا. ففي لعيبه بتبقى الجينات بتاعتهم حلوه فبياخدش وقت، بس هو عموما كلاعب كمال اجسام لازم يبقى في حاجه اسمها فتره او
فترة العضلة أو محتاج مثلا فترة كبيرة عقبال ما العضلة تطلع تكبر وهكذا. فالعملية بتاخد بتاخد وقت طويل، يعني ما ينفعش يبقى سنة سنتين ويروح بطولة عالم، لا محتاج وقت. وكابتن محمد هودة ممكن يكلمنا على الموضوع ده علشان هو بطل حاضر كمان حاضر التجارب. نتكلم لسه مع كابتن محمد عن البطولات، بس معانا دلوقتي تليفون من محمد من المنيا. لأن البنوتة المصرية ست ستات سارة اللي حملت من العاب الكورة الفرنسية لمصر عقبال الذهب. شكرا ليك جدا يا محمد. أهدافها المصرية. مبروك يا سارة على البرونزية. أخبار بالصدارة في الصحف المجرية، مبروك البشارة عقبال الذهبية. مبروك لحوة كمان وكمان. حوة قوة بها لا يستهان. بالعين من جوه يا اخت الفرسان، وفوزك هو رماد الميزان. سبحان من وهب قوية البنية، عقبال الذهب يا ام الدنيا. والشاعر كتب من هنا من المنيا، من بستان الادب قصيدة عامية. بيت القصيد مبروك يا سارة، شرفت الصعيد حارة حارة. والبحيرة اكيد واسمك بالصدارة، اليوم عيد اعزف يا خسارة. هدف بلادي في بيوت العلم، تسلم الايادي اللي جابت البرون. بلادي بلادي يا جبل ما يتهز، لاحتفال غير عادي وصلت الي. ست الستات في ريو دي جانيرو، سارة يا بنات شرفت مدبيرو. الذهب هات ولا نقبل غيره، على النبي صلوات للفوز. ايه الكلام الجميل ده؟ مصر المصر سبحان من وهب، تحيا مصر مع البرونز والذهب. تحيا مصر. شكرا ليك جدا يا محمد، وشكرا على الشعر الجميل اللي انت قلته لسارة سمير. مبروك لسارة سمير. هنكمل حوارنا مع كابتن محمد بقى، عايزين نتكلم عن البطولات اللي انت دخلتها قبل كده. انا لعبت جمهورية بتاع 23 سنة، كان عندي 19 سنة، والحمد لله خدت اول وزن 80 كيلو. تمام. دي كانت اول بطولة ليا في حياتي. والحمد لله عملت مستوى حلو فيها. تاني بطولة كانت تجارب العالم 2015 اللي فاتت، دي اللي حصل عليها مشكلة، ودي الحمد لله خدت 85 كيلو. أول 85 كيلو كانت برضو أول بطولة عالم ألعبها في حياتي. خدت فيها أول 85 كيلو. ولسه في شهر 5 اللي فات 28/5 كنت في الكويت في بطولة ووان، والحمد لله خدت مركز تاني في وزن مفتوح، كنت 86 كيلو، وبلعب مع الكابتن مصطفى نسيم والكابتن بيتر مولنر وناس كبيرة قوي في المجال ده يعني. وكلها ناس اكبر مني في العضلات ب 15 كيلو 20 كيلو 25 كيلو. الحمد لله خدت تاني. تمام، حلو جدا. الحمد لله. يعني حياتك الرياضيه كلها الحمد لله. هقول لك ايه، ما خسرتش لسه. طب عايز اسالك بقى، انت يعني بما انك كابتن منتخب مصر في مجال المكملات الغذائيه، برضو لسه عايزه ارجع اتكلم فيه مره ثانيه. انت شايف ان كمال الاجسام لازم اساسي معاه مكملات غذائيه، قبلك في حد في زمايلك او ناس تانية مثلا بتتدرب بياخدوا مش مكملات غذائيه، بياخدوا منشطات، وشفت عليهم اثار يعني مش ايجابيه في ممارستهم للرياضه؟ لازم يظهر له اثار ايجابيه، لازم. تمام. بس هو الفرق زي ما الدكتور حسين قال، ان هو لازم يكون في متابعه دوريه من دكتور. لازم يكون في متابعه انت متابع اكيد مع تقارير. ولازم تعملي تروحي مختبر وتشوفي الدم وتشوفي نسبه التستوستيرون بتاع جسمك والحيوانات المنويه، لازم تتابعي في الحاجات ديت، لان انت لو ما تابعتيش في الحاجات دي انت بتخسري نفسك وبتكسبي حاجه اسمها بطوله في الاول وفي الاخر. برضو ما انا مش عايش في الدنيا ديت عشان اموت. يعني مش عايش عشان اموت نفسي، مش عايش عشان اهدر صحتي، مش عشان اوصل لحاجه اموت نفسي. لا، في نسبه يعني اصابات في مجال في متابعه كمال الاجسام، متابعه زي ما تقولي وهميه، اللي هي متابعه اي حاجه جهجهوني كده، اي حاجه اللي هو بيعمل اي حاجه ومنشطات بطريقه غير طبيعيه، وفي الاخر مثلا تلاقيه يحصل له قدر فشل كلوي، تلاقي له دخل له مرض مثلا زي الفرسي، حصوات بقى من البروتين استخدامه بالمفرط والمكملات استخدامه المفرط، كل حاجة في المتوسط. يعني ما ينفعش انا اي نعم لازم يكون ليا سعرات حرارية والكلام دوت، بس لازم انا بدخل لجسمي محتاج كل عضل كل كيلو 2 جرام بروتين. ما ينفعش ادخله كل كيلو مرة واحدة 4 جرام بروتين، ما ينفعش. انا كده بخسر نفسي. تمام. وكان في ناس كتيرة زي الراحل ناصر السنباط الله يرحمه، مات بسبب فشل كلوي بسبب البروتين، كان كل كيلو من جسمه بيدخله 4 جرام بروتين، وده غلط. هو عارف انه غلط، يعني انا مش هعدي عليه، انا راجل ما جيش حاجة فيه،
هو عارف بس مش عارف ايه الاغراء هو اللي عامل ايه الدماغ كده. في ان انا اوصل لان انا اموت نفسي في يوم من الايام. في ناس بتبقى مصره ان هي تاخد الاسراع الغلط. الاسراع الغلط فعلا ممكن. احنا بنعمل حاجه غلط، المنشطات حاجه غلط، مش هكذب لا ومش هنكر ان احنا ما بناخدش منشطات، لا الناس دي بتاخد وكل الابطال المنتخب بياخد، محدش يكذب عليك ويقول لك لا انا ما باخدش، مش هيوصل لحجم ولا كتله عضليه ديت الا بالمنشطات. تمام. بس هي المتابعه الدوريه اساس المتابعه الدوريه. فكر الناس عن المكملات لازم يتغير، مفيش حاجه اسمها المكملات غلط ولا ماينو بيجيب عقم والكلام ده كلام كله غلط. بالظبط. لازم الناس فكرها يتغير. هم بيبصوا لنا كمان ازاي يا محمد؟ يعني احنا لما نبقى ماشيين مثلا رايحين الجيم ومعانا الباودر بوست ورك اوت اللي هو بعد التمرين زي ما هو اتفضل مصطفى قال ان احنا عندنا ويندو اوف اوبورتيونيتي، عندنا فتره بناخد فيها المكملات الغذائيه عشان الاستشفاء العضلي. الناس بتبص لنا انت ازاي تعمل كده؟ يا ابني مش خايف على نفسك؟ يا ابني ده له عنده 40 سنه يعني. بس احنا عارفين احنا بنعمل ايه، دارسين الكلام ده احنا عاملينه. الفكره لازم السبلمنتس بتتاخد بمواعيد معينه، اذا كان بري ورك اوت او بوست ورك اوت الاستشفاء او قبل النوم عشان الجروث هرمون نحافظ عليه. يعني الموضوع مش سايب يعني اذا اي واحد فينا من اللي قاعدين الميادي اعتقد برضو واي بروتين وكرياتين دي حاجه احنا مش بنتكسف ان احنا نقولها، بس احنا بناخدها عن علم. وراهن ان في حد في التقرير كان يعلم ايه اصلا انواع المكملات، هو بيتكلم على جمله مكملات غذائيه. انا ما اتكلمش عن دكتور حسين اقول عليه وحش وانا ما اعرفش حياته الشخصيه. تمام. ما ينفعش، لازم اكون دارس الدكتور حسين اقول لا الراجل دوت في نوع كذا وفي نوع كذا وحياته بتعمل كذا وبيروح كذا وبيجي كذا، مش كله تحت مظله واحده. مش مكملات بتجيب عقم، المكملات بتجيب ايه. وانا ماشي في الشارع مثلا واحد يقول لي نفخ، انت تعلم ايه عن حياتي؟ تعلم ايه عن اكلي؟ تعلم ايه عن تمريني؟ تعلم ايه عن التعب اللي انا فيه؟ تعلم ايه عن انا كل بطوله بجهز بها ببصر. انا عارفه ان انتوا عشان توصلوا للشيب ده مش حاجه سهله. مصرف 50000 جنيه قبل البطوله، ما باخدش حاجه من الدوله. ما باخدش جنيه من الدوله. طب انا عايزه اعرف كلكم رايكم ايه، يعني ازاي شايفين ان احنا ممكن نخرج من مرحله التمثيل المشرف لمرحله ان احنا نحصل على ميداليات ذهبيه؟ دي اول واحد لازم يبقى لنا برامج توعيه في التلفزيون نفند فيها الخرافات الشائعه في عالم الرياضه والمكملات الغذائيه والمنشطات. ده رقم واحد. رقم اثنين، الكوره مش كل حاجه في حياتنا. احنا اثبتنا النهارده بساره سمير بعد القصيده اللي قالها محمد اللي ممكن تخلي اي واحد فينا يرجع يعمل رياضه تاني باحتراف. تمام. ان احنا لازم نتصرف عليهم فلوس اكتر، الرياضات التانيه مش بس الكوره. ثلاثة، وده المهم، التنسيق بين وزارة التعليم العالي والشباب والرياضة. مفيش حاجة اسمها يا تخش الامتحان بتاع الثانوية العامة يا تسافر ريو دي جانيرو. أسهل للشخص الرياضي الوصول لهدفه وتوفير المكملات الغذائية المشروعة للعيبة وتوفير حياة كريمة. تمام. أنا مش عايز غير مثلا محمد على سبيل المثال يركز بس في لعبته، مش يشتغل ويركز في لعبته، هتقع حاجة من الاثنين. ده رأيي. دكتورة، انا رايي ان احنا نرفع الثقافه الرياضيه عموما، ثقافه الممارسه، ثقافه الصحه، ثقافه لو حد تناول المنشطات. يعني لازم الناس يبقى عندها فكر وعندها ثقافه معينه باهميه ان ممارسه الانشطه الرياضيه وباهميه التغذيه وباهميه المكملات. فلازم دي توعيه، فلازم تبقى في حمله توعيه للشعب عموما. هيطلع عندنا لاعبين كتير وعندنا نشأ كويس جدا وممكن يطلع منه شغل كويس جدا. فتوعيه مهمه قوي. دورك. اكيد بالتاكيد فكره التوعيه وفكره ان انا بستثمر في نفسي، فانا بستثمر في جسمي وبستثمر في المجهود او في الهيئه بتاعتي، فانا ما بصرفش فلوس على الفاضي او ما بتمرنش على الفاضي، ما بضيعش وقتي على الفاضي. فدي بالنسبه لفكره التوعيه. تاني حاجه طبعا الرعايه الكامله من وزاره الشباب اكيد، علشان لعبه زي كمال الاجسام مهضوم حقها كتير جدا. الابطال زينا اللي بيشرفونا زي كابتن محمد فوده في الاول وفي الاخر بعد ما يروح يعمل اول يتوقف او ما ياخدش حقه او ما ياخدش المستحقات بتاعته. فالكلام ده كله يعني بيخلي العزيمه بتاعته قليله، بيخلي في الاخر طب انا استفدت ايه من بلدي، فيروح يلعب في بلد ثانيه او ياخد بطوله دوليه. فاهم سهل كده. تمام. كابتن محمد، التوعيه هو لازم الناس الابطال اللي موجودين في مصر يظهروا. انا مش عايز اظهر، مش عايز حد يعرف، بس في ناس كتيره في البلد لازم تتعرف، لازم تبقى موجوده. يعني مش الفوكس كله على لعيب كوره. انا عشان لعيب كوره او ما اتولدتش لعيب كوره فابقى انا مظلوم في الدوله، لا. او انا مش همسك فلوس، او انا الدوله مش هتكافئني في يوم من الايام، لا. انا لازم ابقى لعيب برضو في حاجه انا بحبها. انا لعيب كمال اجسام،
مش عايز الدوله ترعاني، مش عايز حاجه من الدوله. الحمد لله شكرا لك يا رب، يعني والدي ووالدتي مقتدرين، وانا الحمد لله برضو نفس النظام شغال وبجيب فلوس ومقتدر. فمش عايز حاجه من حد. تمام. انا همثل بلدي وهرفع اسم بلدي. بس في ناس كتيره زي محمد ايهاب ده لما يرجع مش عايز الموضوع يعدي، مش عايز هو يوم يومين ونلاقي الراجل بعد كده خلاص بقى اتهدر حقه. تلاقيه اي بطوله تانية جايه تلاقيه ما بيلعبش، خناقه مثلا مع الاتحاد بتاعه، مشاكل عنده في الشغل، مشاكل مش عارف ايه. الراجل ده لازم ياخد رعايه كامله، يتصرف عليه حد يتبناه من رجال الاعمال، وكتير جدا في مصر. شايفين مين ممكن يعني كويس ان انت وصلت للنقطه دي، مين اللي ممكن يرعى الشباب الرياضيين المحترفين؟ يعني النهارده كنت لسه الصبح قبل ما اركب عربيتي عرفت ان المرتب بتاع مدرب النادي الاهلي حوالي 2 مليون جنيه في الشهر، حوالي ده اللي قالته احد الصحف. 2 مليون جنيه في الشهر تجهز كام رياضي؟ بطل العالم عندنا بياخد 2000 جنيه 1800 جنيه بالظبط. ده ما بيكفكش مكملات على حد معلوماتي المتواضعه. ما كفنيش ما انا مش عايز هي الفكره. رز محمد قال نقطه عجبتني قوي، انا عايز كل الاتحادات لما ترجع تحاسب على النتائج بتاعتها. تمام. اتصرف قد ايه قدام كل ميداليه. والاتحادات اللي ما بتاديش النتائج بتاعتها يتم تخفيض النفقات بتاعته والتركيز على النتائج اللي طالعه. مش عايز بطل بالمصادفه، يعني ساره ومحمد ايهاب ندعمهم، دولت ممكن يجيبوا لنا ذهب بعد كده كتير. تمام. انا بشكركم جدا، شرفتونا النهارده في البدايه، وان شاء الله يعني كل اللي انتم بتتمنوه يتحقق. وبشكر الدكتور الحسين الشناوي دكتور صيدلي وخبير في المكملات الغذائيه، شكرا ليك. ودكتوره مياده الاخضر مدرس بكليه التربيه الرياضيه، مصطفى رئيف مدرب لياقه البدنيه، وكابتن محمد فوده لاعب منتخب مصر، شكرا ليكم وشرفتونا في برنامجنا النهارده.